على الرغم من الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها البلاد، حدث كروي عالمي غير مسبوق عاشته الجماهير اللبنانية. مجدداً لبنان في قلب الأحداث الدولية، وهذه المرة الرياضية، من خلال الزيارة التاريخية لأساطير الكرة البرازيلية إلى بلاد الأرز. محمد كركي، تلفزيون إلى بيروت إلى لبنان بالزيارة هي الأولى. طبعاً أسماء كبيرة حضرت ووصلت بهالأثناء بهاللحظات إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، دونجا، ريفالدو وإدميلسون، باولو سيرجيو وزي كارلوس مينيرو وأيضاً فيولا. وحدث طبعاً رياضي دولي تنتظره الملاعب اللبنانية. غدا سوف يلعب الأساطير البرازيلية، سيلعبون مباراة كرة قدم ضد نجوم الكرة اللبنانية على الملعب البلدي ببيروت الساعة 5:30. وطبعا يوم الخميس أيضا الحدث يستكمل، ورح تنلعب أيضا مباراة بالفوتسال بملعب مجمع نوفل الرياضي بزو مكير. وصل إلى هلا الكاميرا رح تعطينا بعد شوي نشوف ريفالدو الأسطورة البرازيلية، وأيضا دونجا المدرب الحالي واللاعب السابق الشهير والغني عن التعريف. وطبعا اصبح ريفالدو هلا موجود بصالون شرف بمطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، ونحن معكم مباشره بنقل هيدا الحدث الرياضي الدولي العالمي يلي راح يعطي بالتاكيد صفه وصبغه رائعه رياضيه. الرياضي راح يكون مواكب لهم، تلفزيون لبنان راح يكون مواكب لهم، وبكره كمان راح يكون بنقل مباشر لمباراه ملعب بيروت البلدي الساعه 5:30 بتوقيت بيروت، وايضا مباراه الفوتسال الساعه 5:30 يوم الخميس بمجمع نوفل. بنرحب من جديد باسم كل الجمهور اللبناني بالاساطير البرازيليه، وان شاء الله الجمهور يكون حاضر ومواكب لهالمباراه، الحدث الرياضي الدولي العالمي يلي رح تشهده الملاعب اللبنانيه. هذا كل شيء مشاهدي تلفزيون لبنان من مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت.